بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم بهذه التغطية الحية والمباشرة هنا مشاهدينا الكرام من سانت موريس والأرضية الجليدية مشاهدينا الكرام على جبال الألب، وتغطيتنا في سويسرا طبعا مشاهدينا الكرام، وتغطيتنا لإحدى جولات بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات. نعم، هي الجولة الثالثة هذا الموسم تحت مظلة مهرجان سمو الشيخ مرة ثانية مشاهدينا الكرام على الأرضية الجليدية، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الداعمة الأكبر للمرأة أينما كانت في كل المشاهدين الكرام في كل الاتجاهات، دعم للمرأة وأيضا في سباقات السرعة. طبعا يتواجد هنا سيدات 10 سيدات يتنافسن في هذا السباق. يتواجد معي في هذه اللحظة سعادة السفير سليمان المزروعي سفير الدولة في مملكة بلجيكا. سعادتك، نتواجد في الأجواء الجميلة الأرضية الجليدية وسباق آخر لبطولة العالم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات على هذه الأرضية ضمن مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد النهي العالمي للأخوية العربية الأصيلة. شكرا للاستضافة. بداية أود أن أهني دولة الإمارات على إنشاء أو انطلاق قناة إياس. الله يوفقها إن شاء الله في بث ثقافة الرياضة الإماراتية، وأنا متأكد أنها بتكون إضافة جيدة ومتميزة للإعلام الإماراتي. فعلا مثل ما يقولون بالإنجليزي setting ممتاز والمكان رائع، وبلا شك أن يعني نحن فخورين أن نشارك في هذا الحدث الرياضي. أول مرة بالنسبة لي أنا شخصيا ثلج وفريد من نوعه وإضافة للرياضة الإماراتية في البحيرة المتجمدة ساعة والبحيرة اللي واقفين عليها الآن نعم. نحن الآن وإن شاء الله أنه ما تذوب تحت رجلينا هذا ما نتمنى إن شاء الله. في الحقيقة يعني هذه المشاركات المتميزة إضافة لسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة في العالم وخصوصا في أوروبا. دولة الإمارات العربية معروف عنها تميزها في سباقات الخيول، وهذا إضافة عجيبة يعني في مجال سباقات الخيول. مثل ما ذكرت يعني مش بالسهولة أو يمكن ما نتوقع أن سباق خيول يحدث أو يقام على بحيرة متجمدة هنا في سانت موريس في سويسرا، فإن شاء الله أنه يكون سباق جيد وإضافة جيدة. شكرا لك سعد. شكرا الله يسلمك. شكرا لك، شرفنا معك سعد. شكرا لك سعد. إذن مشاهدينا الكرام نتواصل معكم كما تحدث سعادة السفير هنا على الأرضية الجليدية هذه البحيرة المتجمدة مشاهدينا الكرام. مهرجان جميل، مهرجان رائع، خيم يعني خيم تتواجد هنا، الكثير من الجمهور يتواجدون، أكثر من 20 ألف متفرج يتواجدون لمتابعة هذا السباق، متابعة الخيول العربية الأصيلة هنا في السباق الثاني. كما تحدثنا 10 فارسات الدعم الأولى لكل فتيات العالم حول العالم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك. طبعا كما تحدثنا هي الدعم ليس فقط المرأة في الرياضة، في كل المجالات وبالأخص المرأة الإماراتية والخليجية والعربية. تومو مسعود، it's nice to see you again. It's we are good. Here on the frozen lake. You know, I hope it's frozen because it is frozen. My friend. 44 meters of water underneath us. So if we get a crack in here, we're going to get a bit wet. Exactly. But the ice is about that thick, and then we've got that much snow on top as well. Okay. The going in the first race, the jockeys who rode in the first race, obviously it's all on snow, but they said it's pretty deep out there. Mm-hmm. So they're going to have to be very fit. Exactly. And also, Masood, I know you and I, we've been out of breath a little bit, haven't we? Course in the world 2500 feet approximately. Absolutely 1700 meters, so it's very high up, so it means that the air is very very thin up here. It's high altitude. You know the guys who ride in the Tour de France, the cycle race? Exactly. They come here to train, because if they can train well here in the mountains in the air and get away with it, when they go down to sea level, whoosh, they go bigger lungs get more oxygen. So all I'm saying is that the horses have got to be ultra fit today, because this race over 1600 meters, 1 mile and all money, they're going to go pretty quick, but they've got to get home, and that going is going to be pretty testing out there. But it's a great occasion. We are above 2500 feet, yes, above the sea level, and we are like 500 feet
till the top. And that's where we're going to walk up later on. You see that mountain up there? Yeah. That is where Masood and I will be in a few hours' time. And we will be carrying the UAE flag to the exactly, top. Exactly. We will. Exactly. And that we're using. 10 runners, yep. Number 6 has been pulling. Yep. The jockey of number 6 is going to ride number 9. I'm not going to say the names. I'm going to leave it all to you to tell us. Have the mic. Well, oh, thank you very much. Thank you. Well, we got some great... The jockeys are actually getting mounted now in the parade ring. They're making their way out onto the track. So we're going to have a little look at them as they count it down. Basically, we've got 10 runners today, 10 jockeys from all around the world. Basically, they're from Europe. We've got 2 girls riding from Switzerland. You remember the first 2 legs? Have been won by Swedish riders. Look, here's the royal party now. If you pan around now, they're making their way from the parade ring. The 2 ambassadors, we've got Lara Sawyer as well, and here's a young man who is come and join us, because this is very special. What does it mean for Abu Dhabi sponsoring here for St. Moritz for Abu Dhabi? It is our pleasure for us to be around the world. One of the very interesting and very exciting place here to see that it's a beautiful place. First time I actually attend such a horse racing on the lake, yeah. And a frozen lake. A great opportunity to... And can I just say, this man is a very good skier. You were out skiing yesterday, and you went right to the top of the mountain and skied down. What was it like? It was amazing, actually. The weather, the first day I went, it was sunny, beautiful. But yesterday, it was snowy, and it was very hard to go down. But we really enjoy our time here, and would love to be always here, and also support. Come on, Masood, come and join us. Tomo, talk to me about the favorites, because they are like racing in 2 minutes. Let's check out. Number 1 is Pamels Rose. This is ridden by Sylvia Bakos from Hungary, 23-year-old from Budapest. The next one is Athlete de Sol, Nora Luby from Ireland. She's had 16 winners. Then we've got Niran, ridden by Mette Hansen from Norway, 34-year-old from Oslo. We've got Neil Kamler, ridden by Sylvia Casanova, like the name. She's representing Switzerland. Al Janoub, Astrid Wilschläger, also representing Switzerland. We've got Nil Anchal, that's Nathalie Desjutier from France. She has ridden nearly 500 winners. Okay, she is top class. How many remaining? Odemare, ridden by Caroline Kamiska for Poland. Darahem, Jessia Marcialis from Italy. She comes from Milan. Chomuk Kadabaya, ridden by Rebecca Danz from Germany. On the horse who I think will win, Ali Baba Del Sol. She has ridden, 51 winners, and she, I think, can win. This horse is trained by Karina van der Bos. Don't worry, they're going down the start. There's still plenty of time to... There's another 2 minutes yet. They're just cantering down. Make it fast, please. This is the interesting horse, Ali Baba de Sol. Won the Sheikh Zayed Cup here last year, and won here 2 weeks ago. This horse will love the snow. So I think that this horse, who's trained in Holland, Ali Baba del Sol... Thank you very much. ...is the one to be on. Thank you very much. Derek Thompson. المرشحين أثليك ديل سول علي بابا ديل سول وأيضا درهم هذه الخيول الثلاث مرشحة لأن تفوز بهذا السباق على الأرضية الجليدية هي فقط ترشيحات مشاهدينا الكرام قد تصدق الترشيحات تبنى على مسابقات هذه الخيول سابقا وعلى نتائج التي حققتها مشاهدينا الكرام 30 ثانية فاصل وتلاقون المعلق عبد الله المعمر للتعليق على تفاصيل هذا السباق بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في ثالث جولاته هذا مرجع سمو الشيخ منصور بن زايد هذا الفاصل في عالم يشتعل فيه أبطال ويسحق آخرين تتأكد فيه حقيقة واحدة القارة الأوروبية لن تهدأ الصراع ما زال في بدايته تصفيات أمم أوروبا 2016 حصريا على أبوظبي الرياضية
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي، عودة من جديد لنقل أحداث هذا الشوط الذي يشهد ميدان بحيرة سانت مورتيز المتجمد في سويسرا انطلاقة فعاليات بنت مبارك للسيدة متر، والذي يقام تحت مظلة النسخة السابعة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد النيان العالي. ويبلغ بمشاركة 10 خيول عربية أصيلة، وعلى صاوتها نخبة من الفارسات المحترفات. إذن استعداد للانطلاق الآن على مستوى هذه المسافة بمشاركة واسعة جدا، ولدينا على صاوتها نورا لوبي وبالشعار المعروف الأخضر والبنفسجي لمزرعة ديل سول. أيضا لدينا المرشح الأكبر في هذا الشوط علي بابا ديل سول، راشيل تمتطي صاوة علي بابا دي سول، بينما بالرقم 3 لدينا الجنوب وتمتطي صاوة الجنوب ويلشيل جارستيريد. هناك بالرقم 4 نيل أشال، ناتالي دي سوتر هي الفارسة التي ستقود نيل أشال، والذي بالفعل قبل 40 عاما تم التوليد في جمهورية مصر لمزرعة أشال، وبالتالي اسم نيل هو من هناك دراهم الجواد البرسياليز، بينما أيضا لدينا باميلس ليبس، سيلفيا باكوس المجرية هي من ستمتطي صاوة جواد باميلس ليبس. نيران الفائز بسباق ريد بارون للميل على صاوة النرويجية بالرقم 9 أيودومير، أيودومير بقيادة كارولينا. لدينا نيل كاملة كازانوفا سيلفا هي الفارسة التي ستقود هذا الجواد في مسافة 1600 متر، شموخ بقيادة دانزر بيكي. هكذا إذن سيداتي أنساتي هذا الشوط من سمو الشيخ منصور بن زايد النيان، وكذلك بمعية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة. هنا سينطلق أغلى وأغنى سباقات العالم للسيدات هذا الشوط، نعم، الذي بالفعل رصدت له أم الإمارات. من أغنى سباقات العالم للسيدات، بينما هناك شوط مخصص في هذا السباق كالعادة باسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان النيان طيب الله ثرى، وأثليت ديل سول فائز بكأس المغفور للشيخ زايد في بلجيكا وألمانيا في موسمين متتاليين، بينما النسخة الماضية كانت من نصيب علي بابا دين سول. إذن لدينا أبرز المرشحين لغاية الآن من بريطانيا علي بابا دين سول، ليلاند جود أندي بوس
كورنر الفاز ب 40 سباق من إجمالي 466 مشاركة، ويسعى إلى تحقيق الثنائية بعد أن نال لقب الجولة الثانية على كأس المغفور للشيخ زايد، طيب الله ثراه بنفس المضمار. وكان 29 مشاركة حقق خلال الفوز 7 مرات، والمركز الثاني مرتين والثالث مرة واحدة، وجمع جوائز عديدة. في المقابل يسعى الجواد أذريد ديلسول لنفس المدربة الهولندية كارين، والبالغ من العمر 8 سنوات الذي فاز بكأس المغفور له في بلجيكا العام الماضي وفي ألمانيا عام 2013، فيما حل في المركز الثاني بفارق عنق عن علي بابا ديلسول بعد تنافس مثير للغاية إلى قلب الطاولة على غريمي ورفيق الصبلة. ناندي روتيلدا الفارسة الإيرلندية نورا لوبي الفائزة في 15 سباقا من إجمالي 249 مشاركة. ولا ننسى بأن أثليت ديلسول ابن الفحل دورمان، هنا الاستعداد مشاهدين الكرام. إذا التنافس على ما يبدو لي سيكون حاضرا بين القمصان الخضراء أو الشعار الأخضر والبنفسجي وبين الشعار الوردي والأسود، هكذا ربما تكون الشعارات الأقرب للمنافسة والتي ستشعل هذه المنافسة. ومن أبرز المنافسين على اللقب الجواد الجنوب لماريا أجيمان أريكسون، وبإشراف نفس المالكة وبقيادة الفارسة السويسرية ستيرلين مرة من 410 مشاركات. وهناك الجواد السويدي بي سينهال الذي استبعد طبعا او انسحب من هذا الشوط. لا ننسى بان نيران موجود الذي يطمح لإذابة الجليد. يسعى الجواد البريطاني كعادة نيران لجوز شارلوت دوغل سيس بإشراف شارلوت دوغل ميتيها من 1500. إذا هنا الاستعداد، شو بوابة الانطلاقة، وهنا بالفعل نشاهد أيضا هذه الثلوج البيضاء وهذه الصورة التي تعكس الحرص الكبير من سمو الشيخ منصور بن زايد سمو الشيخ الإماراتي في كل أنحاء العالم. والرياضة بالفعل دائما ما تكون رسالة إنسانية، كما عودتنا أم الإمارات على هذا الأمر. وبالتالي هنا الاستعداد ما زال على قدم وساق. هكذا سيداتي يا نساتي سادتي ينطلق السباق الأغلى في العالم ل 600 متر بمشاركة 10 خيول وفرسة وفارسات من السويد وفرنسا وبريطانيا، بينما هنا شموخ في محاولة انتزاع الصدارة المبكرة على صوت دانتير بيكي بمنافسة قوية. تحدثنا عن الشعار الأخضر والشعار الوردي وكيفية المنافسة القوية بين الشعارين، بينما هنا الانطلاقة القوية ما زالت مع هذا الدوران. انظر لهذا الدفع الكبير، شموخ دانيرز بيكي ينطلق ناتالي دي سوتي وب
وبالتالي يأتي من الخلف أثليتي سول نورا لوبي. هنا الانطلاقة الحقيقية، شوف الاندفاع القوي، شوف الشعار الأخضر وهنا الشعار الوردي، بينما ابتعد لعلي بابا دينسول. علي بابا يحاول ولكن لغاية الآن مشاهدينا الكرام، نعم انطلاقة قوية، ثبات جدا على المقدمة. هنا الاندفاع الحقيقي، الجنوب والشجر ستريت بانطلاقة قوية جدا. هنا مع هذا الدوران الأخير للانطلاقة، هنا بالفعل منافسة قوية والجنوب يحاول، بينما هناك محاولة لإدراك المقدمة من علي بابا ديسول المرشح الأبرز. شوف الانطلاقة، شوف الاختراق القوي للصدارة، شوف بالفعل الآن تألق وتعمق في المقدمة، شوف القادم من الخلف، يا سلام على القادم من الخلف، يا سلام على القادم من الخلف، شوف الاندفاع القوي، شوف الاندفاع القوي، شوف الاندفاع القوي. علي بابا إذا في المركز الثاني، علي بابا دينسول في المركز الثاني، بينما نيل أشال في الصدارة. وبالتالي نيل أشال بقيادة ناتالي دي سوتر في صدارة هذا الشوط، وبطلة ناتالي دي سوتر أغلى سباقات العالم للسيدات. شوف علي بابا من أين أتى، شوف علي بابا من نصف المنافسة، بالفعل يعطي الأوامر ولكن متأخرة. هذا الاندفاع القوي ولكن محافظة ما زالت موجودة هنا بالإعادة البطيئة. لو كان في المسافة أكثر بقليل لكان علي بابا في الصدارة، ولكن الجنوبي استحق بقيادة ويلشيل جارستريت هذه الصدارة. إذن بالفعل صدارة مستحقة وبطولة مستحقة للجنوبي على هذا اللقب الممتاز جدا، وبالفعل ومن أبرز الجياد إكسون بإشراف نفس المالكة وبقيادة الفارس السويسري أستريد والشرج الفائزة بخمسين مرة من 410 مشاركات. إذن هكذا هي بالفعل هذا الشوط مشاهدينا الكرام متابعي قناة ياس في كل مكان. شوط أتى مكرمة وبدعم وباهتمام من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وهذا الشوط الذي بالفعل يدعى شوط بهار من أم الإمارات. وبتوجيه من سمو الشيخ منصور بن زايد النيان بالفعل نظم هذا السباق ونظم هذا الشوط. وهنا نشاهد الحوار والفرحة الكبيرة جدا، وعندما يتردد في الألسنة هناك اسم دولة الإمارات العربية المتحدة، حيثما وصل هذا الاسم الكبير وحيثما وصل اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثرى، استبشرت بالفعل جموع الحاضرين بهذا القدوم لسباقات قوية ولسباقات غالية ولسباقات ذات قيمة وإمكانيات عالية جدا. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، انطلاقة لمسافة 1600 متر، وبعد أن شاهدنا الجنوب سمو الشيخ منصور بن زايد دائما ما يدعم الخيل العربية الأصيلة أينما حلت وأينما تواجدت، لأنها بالفعل موروث عربي إماراتي، وبالتالي هذه رسالة واضحة جدا للحفاظ على هذا الموروث والحفاظ على هذه السلالة والحفاظ على هذه الجياد التي دائما ما تبهر كل ناظريها بجمالها وبقدراتها وإمكانياتها. بعد قليل وبعد فاصل قصير
سنتحول للزميل مسعود هناك من قلب الحدث سانت مورتيز المتجمدة في سويسرا، وحيث المهرجان الكبير جدا، وحيث إثارة ثالث جولات مونديال أم الإمارات ومهرجان الشيخ منصور بن زايد العالمي للخيول في سانت مورتيز. هنا بالفعل هذه الصورة التي تأتينا على الهواء مباشرة بكل تفاصيل الحدث عبر قناة ياس، وبكل تفاصيل المنافسة عبر قناة ياس التي بالفعل أبت إلا أن تحضر لتغطية هذا الحدث الجميل بمشاركة خيرة فارسات فرنسا والسويد وبريطانيا، ولمسافة 1600 متر يقودا بالفعل من خير التاجيات أو الخيول العربية الأصيلة التي شاركت في هذا الشوط. إذن مشاهدينا الكرام، بعد قليل سيكون هناك مراسم التتويج لأبطال هذا الشوط، وإلى ذلك الحين سنتحول لفاصل، بعدها نلتقي بالزميل عزيز مسعود، وإلى هنا. عندما تشرق الشمس على الميادين نكون هناك، عندما تختلط رمال الصحراء بحوافر الخيل نكون هناك، عندما يشق الفرسان الغبار نحو المجد نكون هناك. القدرة على قناة ياس. أعرق الأندية البرازيلية يتنافسون في 38 مباراة تعرض مباشرة من الملاعب التي شهدت منافسات كأس العالم. كأس البرازيل حصريا على أبوظبي الرياضية. إذن مشاهدينا الكرام، علي بابا دلسول يفوز بالجولة الثالثة لبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات تحت مظلة مرجان سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. كما عودناك مشاهدينا الكرام، مباريات سباقات مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان والذي نغطيها حول العالم في كل العالم مشاهدينا الكرام في الست قارات. كما عودناكم تتواجد معنا لارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان، رئيسة أكاديمية الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية، وأيضا رئيسة السباقات النسائية ورئيسة سباقات أكاديميات الخيول. نرحب بك على قناة أبوظبي. قبل ما أخذ مقابلة مع لارا نتكلم الفارسة التي فازت بهذا السباق. It was a nice race. I know it was very cold. Tell me how was the race and what was the instruction of your trainer to win this great win. A perfect race. She for order she tell me just I have to push him to go out from the Starbucks because he don't start nice. Yeah. And was okay. I was not the first to come outside, but I start nice and I can stay nice outside so I don't eat so much snow because my glass is broken because I receive one. It's quite heavy today, but I have perfect position and it was quite easy already on the upper side and it was nice. How was your ice? Good now? Yeah. Just the glass is broken. Ladies, tell me where are you from and what are you doing in your country? I'm from this canton. I grew up here. I live in Zurich now because of my job. I'm from Swiss and I work with racehorses, my job. Thank you very much. لارا نتواجد في هذا السباق الرائع على الأرضية المتجمدة وبحيرة سانت مارس. كيف شهدت الأجواء؟ كيف كان السباق؟ كل شيء كان كثير منيح. اليوم سبق جمهور رائع، وشكرا لسعادة السفراء سفير دولة الإمارات بإيطاليا سائر رئيسي، وأكيد سليمان المزروعي سفيرنا ببلجيكا. اليوم سباق رائع. سويسرا
تنضم لاثنين السويسراني لاثنين السويديه يلي نافسوا على اول مرحلتين من بطوله العالم سوشي قفات من مبارك. اليوم اجت هي متاخره وربحت اول وحده. الو الكلمه الاخيره ودي تقول لنا قبل التتويج لارا سوري قبل التتويج كلمه اخيره ودي تقول للمشاهدين الكرام على تلفزيون ياس وابو ظبي تي في وبفتكر ما كان في اروع من الثلج على مهرجان واحد مرشح منصور بن زايد النهيان الخيول العربيه الاصيله. اليوم ما بدنا ننسى ابو ظبي اثبتت كمان انه حتى بالثلج كمان موجوده بقوه مع جمهور يمكن في 30,000 شخص اليوم. شكرا شكرا لكم. اذا مشاهدينا الكرام طبعا قبل لحظات انتهت الجوله الثالثه لبطوله العالم لسمو الشيخ فاطمه بنت مبارك للسيدات على الارضيه الجليديه. مشاهدينا الكرام كنا هنا على هذه البحيره المتجمده نقلكم على وعي مباشره هذا سباق الاكثر من رائع من مرجع سمو الشيخ منصور بن زايد النيار كما تحدثنا في البدايه بطوله العالم لسمو الشيخ فاطمه بنت مبارك للسيدات ومن الامارات ومن العالم الداعمين للسيدات الامارات ليس فقط في سباقات السرعه بل في كل المجالات كما هو محظوظات هذه السيدات. مشاهدينا الكرام وصلنا معكم للختام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل والى اللقاء وانتظروا مراسم التتويج. Der Sieger Al-Janoub.